فهذا المحشش طول الليل جاء اخوه العسكري سلم الوردية مثل على الدفاع المدني يقول اسلم الوردية وارجي ارقد. رقد العسكري وعلق البدلة. جت الام قومت اللي في البلدية قم 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 يا وليدي قم تاخرت على الدوام ساعة ثمان. وقام مربوش والحشيش ما زال براسه يطق البدلة حقت ايش حقت اخوه العسكري ويروح للدوام. وين يداوم؟ في البلدية. دخل على المدير عشان يوقع المسير حق الحضور. يوم شافه مدير البلدية قال مجنون يا خبل تلبس البدلة رجل أمن أنت حاجة شخصية والله أنت سجن سنة. ناظر البدلة قال الله يهديها أمي قومتني حسبني أخوي.